حل مشكلة الساعات المجانية في ستريم يارد للبث المباشر، أو تعمل إيه لما الساعات المجانية بتاعتك تخلص؟ تعمل إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحلى ناس وأحلى عيلة. يلا زي ما تعودنا قبل ما نبدأ نبعت الصلاة والسلام لسيدنا النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، بقدر جاهي عندك فرج ما نحن فيه. موضوع النهاردة باختصار كده، ازاي اعالج مشكلة انتهاء الساعات المجانية في ستريم يارد. هندخل مع بعض كده على ستريم يارد، تمام، كأننا هنفتح حفلة اهو. تمام، بيقول لي دلوقت، تمام، ظهر قدام الصفحة كده، هضغط على كأن هنشئ بس هو من جديد. بيقول لي الساعات بتاعتك خلاص، بيقول لي الساعات بتاعتك خلاص، تمام. ولو انا دخلت على برنامج الجيميل، على الرسائل اللي عندي على الجيميل، هلاقيه بعت لي برضه رسالة بيقول لي إن الساعات المجانية بتاعة الحساب ده خلصت أهي، تمام، إن الساعات المجانية بتاعتي خلصت، تمام. طب أعمل إيه؟ إيه الحل؟ الحل بسيط جدا وبطريقة سهلة، بطريقة سهلة هشيل الرسالة دي، أروح على إحنا شرحنا طريقة قبل كده، شرحنا طريقة قبل كده، هسيبها لك برضه في صندوق الوصل. لو أنت عايز تسجل بإيميل تاني، لو انت يعني ده ايميل هسيبه زي ما هو لغاية ما الشهر يخلص، تمام، ادخل في الشهر الجديد هرجع للجيميل ده عادي جدا وهكمل عليه عادي، وممكن ابدأ من دلوقتي على نفس الجيميل برضو. لو هعمل بجيميل تاني هعمل هنا لوج اوت واسجل من جديد على الجيميل الايه، الجيميل الجديد، تمام. عندنا برضو هسيب لك في الوصف الفيديوهين ازاي هتمشي خطوة بخطوة تسجل اصلا على ستريم يارد وتنشئ البث المباشر، وبرضه في طريقة تانية اللي هي لما الساعات بتاعتك تخلص تسجل ازاي بجيميل اخر، تمام. لكن النهاردة هنسجل النهاردة بنفس الجيميل اللي احنا عليه اللي الساعات بتاعته دي خلصت. هعمل ايه؟ هضغط على ماي اكونت، ماي اكونت هدخل عليها، تمام، واروح على اكونت سيتنج، اكونت سيتنج اللي هي الاعدادات بتاع الحساب بتاعي، تمام. بروح هنا كده عندي تحت خالص، تحت خالص اسمها حاجة اسمها ايه، ديليت اكونت، ديليت اكونت اهي، ديليت اكونت يعني حذف الحساب، تمام. هضغط عليها بيقول لي ان انت متاكد، ايوه متاكد ان انا هحذف الحساب، هيقول لي بعتنا لك 6 ارقام على الجيميل بتاعك. هروح على برنامج الجيميل هلاقي الرساله جت هنا، هحدث اهي، جت لي اهي جديده من غير ما نحدث حتى، ده جديد، هضغط عليها، بعت لي هنا كود، بعت لي كود، تمام، لتأكيد حذف الحساب، لتأكيد حذف الحساب، هحط الكود هنا وهقول له اوكي كمل، تمام. بيقول لي خلاص يوبي، انا مش عارف ايه كده يوبي، خلاص هو الصفحة الجديدة، يعني بيقول لي هيفتح لك صفحة جديدة، خلاص كده خلصنا. الحساب بتاعي اصلا اتحذف، ما عادش متسجل على ستريم يارد، اتحذف نهائي. هسجل من جديد خالص على نفس الجيميل، على نفس الجيميل اللي انا كنت عليه اهو. اول ما بضغط هنا بيظهر لي نفس الجيميل، بضغط عليه بقول له جيت ستارت هنا في المربع الازرق، تمام، بيحمل بس معايا وهيسجل من جديد على الجيميل، بيسجل من جديد جدا. كان بيقول لي بعتنا لك اهو 6 ارقام كود، اروح على الرساله تاني، ارجع اخرج من الرساله اللي كانت بتاعت الحذف جديده اهي هنا، تمام، هنا 6 ارقام جداد، تمام، لتأكيد الدخول من جديد خالص كأني بسجل من جديد، واضغط هنا احطهم هنا، تمام، واقول له لوج ان دخول، تمام. هنا بقول لي انت ايه هتستخدم ايه، هقول له استخدام شخصي اللي هو اول اختيار ده، تمام، وبضغط على المربع الازرق، تمام، بيقول لي اختار من هنا انت هتعمل البث على ايه، على الفيس ولا انا هيلزمنا هنا يوتيوب بالنسبة للشرح ده، عايز اي حاجة تانية اختار اللي انت عايزه، نفس الطريقة تنفع على أي حاجة، تمام. وبقول لي عندك الـ الجيميلات أهي، أنت هتختار أنهي جيميل اللي هو برضه اللي أنا كنت عليه المواصلة على نفس الحساب ده، أقول له أوكي، هضغط على نفس الحساب، برجع تحت كده بقول لي هل تريد السماح، تمام، هقول له أريد السماح، السماح بالوصول، بوصول تطبيق ستريم يارد للجيميل بتاعي، تمام، بقول له السماح. الموضوع بسيط جدا كده، فتح معايا من جديد خالص، هو بيقول لي ان القناة هنا، بضغط فوق على بروح بيجي لي دايما على القنوات اللي انا مسجل بيها، بروح على اول حاجة فوق خالص، تمام، وبنشئ بس جديد جدا كالبداية خالص، بقول له لايف ستريم، اختار القناة، ده التحديث الجديد يا جماعة، يعني التحديث الجديد بقى فيه هنا خانتين،
لو ضغطت هنا بقى بيسجل اصلا على لو انا عايز اسجل بس على على البرنامج نفسه، لكن احنا بنعمل طبعا على اليوتيوب، بضغط فوق على اللايف ستريم وبختار هنا ايه القناة، بختار القناة بيفتح معايا البث المباشر وهنعمل اهو. هلا وغلا اجمل عيلة. تمام، بروح انا دايما بعمل الحفلة غير مدرج وبضغط على المربع الازرق كده، الحفلة اتنشأت وبنفس الجيميل اللي كنت انا عليه، مفيش ادنى مشكلة. كل ما في حاجة ما في الامر ان انا مسحت الجيميل اصلا من ستريم يارد نهائي، فما عادش متسجل بيه اي حاجة، الحفلات القديمة او ال20 ساعة اللي قبل كده اللي انا عملتهم مش متسجلين اصلا، فانا حذفته، حذفت الجيميل خالص من عليه ودخلت الجيميل من جديد. بس هو ده كل الحكاية. ان شاء الله اسيب لك برضو الرابطين بتاع الفيديوهين، تسجيل من البداية والحل المشكلة دي بطريقة تانية اللي انا اسجل بجيميل تاني برضو في الوصف. تمام كده خلاص، سجلنا الحفلة من هنا وبعمل انتر استوديو. دخلت انا كده على الحفلة عادي جدا، هبدأ حفلتي من جو لايف عادي، هضيف الصورة فوق، اي حاجة من كل الاختيارات اللي احنا قلناها قبل كده في الفيديو الاخر. تمام، هروح برضو في البداية على لوحة البيانات عندي، واروح على قسم الفيديوهات او المحتوى. تمام، واختار البث المباشر، الاقي الحفلة بقى موجودة، افعل على الربح وهكذا. بس هو ده كل الموضوع يعني. تمام، الحفلة موجودة اهي، بروح على تفعيل الربح هنا وبضغط تفعيل وبعمل حفظ، كده فعلنا الربح عليها دي للقنوات المفعلة. هروح على البرنامج تاني واضغط على صورتي وابدأ الحفلة بتاعتي بعد 10 دقايق من تفعيل الربح. يعني بعد ما فعل الربح هو المفروض من 5 دقايق ل 20 دقيقة، يعني نقول متوسط 10 دقايق على اساس الربح يكون ثبت على الحفلة بتاعتي. تمام، هو ده كل الموضوع. تحت امر الجميع، اي سؤال في اي موضوع سيب لي كومنت في بسؤالك تحت امرك، يا اما هرد عليك في بث مباشر او هعمل لك فيديو او هرد عليك في التعليقات. تحت امر الجميع، في امان الله جميعا. سلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته. اللي وصل معانا لغاية هنا يكمل المثل ده، الصبر مفتاح ونقط، يكمل في التعليقات. يلا في أمان الله جميعا.